وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلنقرأ الفاتحة لتكريم روح الكريمة صعدت إلى رب كريم. إلى الإله المصير حقا إليه المصير، ولا تحزن على الدنيا ما دام آخرها الرحيل، واجعل ثقتك بالله فليس لها مثيل، وعش حياتك في طاعته تجد كل ما فيها جميل، عما قريب ستمضي وقد ركبت السرير، وتنزل القبر حتما فذاك يوم عسير، في القبر هم وغم ومنكر ونكير، القبر إما جنان لنا وإما سعير، فاعمل لدنياك خيرا تمت رضي الضمير، ولا تبكي على الزمن ضاع عمرك فيه، ولكن ابكي على صاحب لم خاب ظنك فيه. أصلي وأسلم على معلم الإنسية الخير سيدنا محمد، والذي مدحه القائل فقال: يا فرحة الدنيا بقدوم محمد وبطلعة المختار يوم المولد، يا عزها يا فرحها بهدى الحبيب المجتبى، دنيا أفاقت من سبات كي ترى حدثا جليلا موفيا بالموعد، صغت على صوت الآذان في الفجر بعد قضاء ليل أسعد، الله أكبر، وجاء البشير يزف بشرى محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها السادة، من هذا السرادك المقام للمغفور له بإذن الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخير ما نستهل به لحظاتنا الطيبة وهو القرآن الكريم، أحلى من العسل المصفى والشهد المجاد. جبريل أتى بالكتاب وقال: اقرأ يا طه واسأل تجاب. تلاوة قرآنية مباركة يشرف بها تلاوة ذلكم العلم القرآني الإذاعي، قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة البحيرة، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد عبد الرحمن القزاز. سائلين المولى عز وجل للقارئ التوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. (تصفيق)
بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلاً آتينا حكماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها تجري بأمره إلى الأرض التي
باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. وكنا لهم حافظين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا سليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث
إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان فأمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وسخرنا مع داود الجبال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم فهل أنتم شاكرون فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان الريح عاصفة
تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
فاستجبنا لك فاستجبنا لك فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعاملين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا وذا النور إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فظن أن لن نقدر عليه فنادى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من
من الظالمين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب
ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا رب لا تذرني وأنت خير الوارثين وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها
فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وابنها آية للعالمين. وجعلناها وابنها آية للعالمين. أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ربكم فاعبدون.
قصد عليه. أمتكم أمة واحدة وتقطعوا أمرهم
إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم. قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء يا قارئا حماك الله بصوت يصعد من الارض الى السماء يا قارون اخض علينا ورتل القران ترتيلا فأنت يوم القيامة في الجنة مع القراء ونحن على مأدبة المستمعين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحابة ذي التلاوة القرآنية المباركة والتي رتلها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم في محافظة البحيرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد عبد الرحمن القزاز المقرئ المقيم والمعروف بأبو حمص التابعة لمحافظة البحيرة وذلك عبر سير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية الفاخرة وكسر من قصور الضيافة المتنكلة على مستوى الجمهورية والتي تطلب دائما من إدارة الحاج محمد المصطاوي وأولاده بنية البيضة. أيها السادة سعيكم مشكور جميعا.